الفنانة دلال عبد العزيز. ونتحول الآن إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعود فيها مرة أخرى مع دينا. إليك. شكرا لكما. وأخبار الرياضة محليا وعالميا. أهلا بكم من جديد، والبداية مع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اختتام أولمبياد طوكيو 2020، والتي انطلقت خلال فترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس، وسلمت لي خلال حفل الاختتام. وبتسليم العلم إلى عمدة باريس، تنتقل شعلة النسخة 33 من الأولمبياد إلى العاصمة الفرنسية. سطرت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو تاريخا غير مسبوق، بعد أن حصدت 6 ميداليات في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1928. وحصدت مصر الميداليات 6 عن طريق لاعبة الكاراتيه ريال أشرف وأحمد الجندي في الخماسي الحديث، وهدايا ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه. Ladies and gentlemen, the anthem of Egypt. لحظة تاريخية في عمر الوطن، بعد عزف النشيد الوطني في أرجاء صالة نيبون بودوكان المغطاة في العاصمة اليابانية طوكيو، ورفع العلم المصري عاليا في مشهد يثبت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحقيق الإنجازات ومزاحمة الكبار في مختلف المحافل العالمية. نجاحات نالت إشادة وتقديرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لطالما حرص على توفير كل سبل النجاح كافة لأبناء الوطن في مختلف المجالات. 6 ميداليات أولمبية هي أكبر حصيلة للمشاركات المصرية بالأولمبياد، بتأكيد أبرزها ذهبية منافسة الكاراتيه والتي توجت بها البطلة فريال أشرف كأول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحصد الذهب في منافسات اللعبة القتالية. ولا يمكن أن نغفل أن أول ميدالية في الكاراتيه كانت من نصيب البطلة جيانا فاروق، والتي توجت ببرونزية وزن 61 كيلوغرام. في منافسات الخماسي الحديث، نجح البطل الأولمبي أحمد الجندي في حصد ميدالية الفضية ليمنح مصر أول ميدالية في اللعبة. أما في منافسة هدايا ملاك الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو لكبار منتخبات أوروبا خلال مشاركته في الأولمبياد، بعدما تغلب على منتخب البرتغال في دور المجموعات وفاز على الماكينات الألمانية في ربع النهائي ليحجز مكانه في المربع الذهبي. رائع دفع الاتحاد الدولي لكرة اليد لاختيار نجم منتخبنا الوطني يحيى خالد ضمن التشكيلة المثالية. أداء قوي ورجولي وإنجازات حققتها البعثة المصرية في ألعاب عدة خلال دورة طوكيو، ونالت الإشادة والثناء من المؤسسات الرياضية الدولية والعالمية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ شريف عبد القادر. يعني بعد التحية ومبروك لمصر، كيف شاهدت إنجاز البعثة المصرية في الأولمبياد والنجاح ب6 ميداليات؟ طبعا نجاح غير مسبوق منذ عام 1928. بحيي حضرتك وبحيي مشاهدي التلفزيون المصري. بالتأكيد يعني ساعدنا وحاجة تدعو للفخر الإنجازات الرياضية اتحققت في أولمبياد طوكيو، وده إنجاز يضاف للإنجازات اللي بتعيشها مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنشائيا
بالتأكيد الميداليات زي ما قلت حضرتك في المقدمة إنجاز تاريخي للرياضة المصرية لما تحقق منذ عام 1928 ست ميداليات متنوعة ذهب وفضة وأربعة برونز. بالتأكيد كان في ميداليات كنا متوقعينها زي ميدالية سيف عيسى وميدالية أحمد الجندي وميدالية جيانا فاروق المفاجأة وكيشو، لكن ميدالية فريال أشرف عبد العزيز دي مفاجأة البطولة ومفاجأة دورة الألعاب ومفاجأة البعثة المصرية، أيضا تكرار ده ملك الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد برونزية ريو، ده كان مفاجأة كبيرة جدا لأنها غيرت وزنها وكانت بعيدة شوية عن التمرين وكانت حاصلة على الميدالية البرونزية بصعوبة في قارة أفريقيا. أستاذ شريف، إزاي نقدر أن احنا نبني على هذا الإنجاز وزيادة عدد من الميداليات خصوصا في الأولمبياد القادمة؟ أولا لازم نقيم تقييم علمي وموضوعي للأداء البعثة والألعاب اللي نجحنا في تحقيق ميداليات فيها والألعاب اللي حققنا فيها أرقام قياسية زي ما حضرتك كده، أول حققنا فيها نتائج جيدة زي كرة اليد في المصارعة ومارك فيها نزال، لأن الألعاب دي هي الألعاب اللي بتقدر مصر تحقق من خلالها ميداليات ونهتم بعد سنين كاملة لحصول على ميدالية أولمبية. نعم. يعني أهم حاجة بالنسبة للرياضي الوصول للأولمبياد، الشرف للوصول ثم الحصول على ميدالية. بالتأكيد. أشكرك شكرا أستاذ شريف عبد القادر. أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيترك نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد أن أكد الفريق الكتالوني أنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب بدون أن يعرض مستقبله للخطر. وخلال مؤتمر صحفي في استاد كامب نو ملأته الدموع، لم يكشف ميسي عن وجهته المقبلة وأكد أنه لم يتفق بعد مع أي ناد للانضمام إليه، وذلك على الرغم من ورود تقارير تؤكد أنه في طريقه للانضمام لباريس جيرما الفرنسية. ختام أخبار الرياضة وعودة إلى سحر وآية، إليكما. شكرا دينا.